الصينيه بالفناجين بطقم شاي تقريبا يعني ديكور دايما احب الديكورات. طب كلمينا عليه لان ده لفت نظري قوي الحقيقه. كده كنت قاعده فانا قلت اجرب حاجه جديده كده اشتغلها. وابيض فاحمر يعني ماشي مع اجواء الكريسماس بقى دلوقتي يمشي يعني. قولي لي اشتغلت الفنجان الابيض ده الاول فلقيت شكله حلو قلت بس يعني انا هشتغل ده وبس. لا طب ما انا اخليه طقم. لا يلا نشتغل فنجان تاني سكريه والمفرز زي الصينيه. الله. ويبقى ديكور. لا ازاي يعني قعده الفنجان ازاي واقفه كده وموقفاه؟ حاطه له سلك او حاجه؟ لا ولا اي حاجه. انا بشد دايما الغرزه بتاعتي فتبقى ناشفه وماسكه نفسها كده. هي كل خامه ليها غرزه يعني ليها ستايل ابره ارقام كبيره. انا دايما احب اشتغل بالابره الصغيره علشان يبقى الشغل واقف كده متين كده وشكله حلو. انا عايزه اعرف هو ده كروشيه وتريكو ولا كله تريكو؟ لا ده كله كروشيه. كروشيه. اصلي اللي ميرفت بتتكلم عنه ده احنا شايفين الخامه بتاعته قريبه شويه او الخيط بتاعه قريب شويه من التريكو. التريكو بيشتغلوا بابرتين. لا انا ما بشتغلش بابرتين. انا بشتغل كروشيه ابره واحده. كروشيه ابره واحده بس. طيب قولي لنا بقى عن الحاجات التانيه. هي دي فكرة احنا ممكن نحط لها برفان يعني على المراية كده ونحط البرفان اكلادور الميك اب اي حاجة يعني زحمة كده عاملة زحمة احنا ممكن نحطها في حاجة زي كده يعني بتنظم لنا التسريحة مثلا بتاعتنا بالظبط كده. دي فكرة فازة هي والكحلي دي برضو يعني انا دايما احب اشتغل الحاجات اللي هي تديني لمسة جمال كده في المكان يبقى شكلها حلو. ودي برضو منظم مكياج وكده الروز التاني بالظبط كده. طب وانت عارفين ان انا احب امسك الحاجه. والخضرة دي بقى ايه اخبارها؟ بونبونيره بتاعت حلويات يتحط فيها بقى شوكولا قوي فيها بونبوني والخامه بتاعتها وماسكه نفسها فعلا زي ما انت بتقولي. بصي يا نانسي او الوانها تحفه جميله وهي حاطه فيها كمان شغل من هنا. ايوه جميل قوي. جميل لايقه مع لبسك على فكره. صح لايقه صح. دي لايقه اكتر. طب ودي برضو دي فكرتها برضو بونبونيره برضو بونبونيره بس شكل تاني حلو قوي. وبتاعه المناديل دي كمان ممكن نقول بازة. بس ممكن تتحط زي مقلمه او حاجات على المكتب نحط فيها اقلام كده او مسطره او حاجه للولاد صح؟ ممكن. يعني ممكن نستخدمها. هي جميله بس هي احنا نحط فيها ورد شكلها حلو في الورد. لا هي شكلها اصلا مش محتاجه اي حاجه هي لوحدها اصلا شكلها تحفه. لا ودي بونبونيره دي فكره سبوع. سبوع ما هي بونبونيره للسبوع صح؟ اتنين دول فكره يعني شكلين مختلفين كده نانسي فكره سبوع يعني احنا ممكن نغير من حلوه قوي. شكلها حلو قوي. لا وهي حاطه فيها سبوع حاجات سبوع احنا ناخد السبوع وخد انت. شكلها شكل قلب يعتبر قلب صح؟ لا فكرتها حلوه وممكن تبقى حاجه لقطه جديده لو حد في اسبوع عايز يعمل فكره جديده وبسيطه في نفس الوقت. لا شكلها جميله قوي. طب ايه ده بقى ده؟ ده طوق ورد يتلبس ولا على الشعر؟ على الشعر كده؟ على الشعر بجد؟ بجد. طب تمام. شفتيني وانا لابسه؟ وريني كده ميرفت. لا هي لقطه واحده انت فاتتك. لا شكله انت اصلا شكلك حلو من غير حاجه ما بالك بقى بالورد كمان. حلو قوي. لا بصي انا شايفه حاجات كده سليبر بتاع اطفال. طب ليه مش عامله للكبار؟ لا انا بعمل كل حاجه. بصوا يا جماعه الجمال بس ده للبيت بس صح؟ طبعا. لانه لو حطينا من تحت من ورا يبقى بتاع خروج. لو حطينا زي نعل كده من ورا ينفع. ازاي جات لك الفكره دي؟ وبصي جميل قوي شكله شيك قوي حلو جدا. شكرا. برافو عليك يا ايمان. طب وانا شايفه في برضو بعض الاشغال اللي على الكنبه قولي لي كده. ده شال الاسود شال مثلث اللي هو والبيضه دي سكارف بتاع شعر. ايه ده بجد؟ سكارف شعر. الاصفر ده بتاع كيردي صغير بتاع اطفال. اوكي. سكارف اولادي الابيض. الشنط شراب تيير يعني كلها افكار مختلفه. وايه القلب ده؟ انا شايفه فيه قلب احمر. نظام ديكور على الحائط كده. ديكور مش ممكن يتحط كده كفريم لصوره او ممكن حاجه؟ ممكن نحط فيه صوره ويبقى صح. حلو قوي. وشنط كمان. شنط كمان. الابيض في اسود ده تيور كده اللي بنوته حلو جدا جدا.